سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بصحه جيده وعواشركم مبروكه. اليوم البنات، بما انها العواشر، جايين عندي الضياف تغداو عندي، غندير لهم المروزيه، وقلت علاش ما نشاركاش معكم. دابا البنات، انا غادي نوريكم الطريقه ديالي اللي كندير بها المروزيه. عندي البنات هنايا، الا لاحظتوا عندي معلقه كبيره ديال السمن، عندي واحد ربعة ديال الدروس ديال الثومة او ممعوسين البنات، عندي واحد معلقة ديال الملح من حسب الذوق، عندي هاد الخلطة اللي كنقول لكم فيها بزار، خرقوم، سكينجبير، قزبر عود، ودويمات ديال الزعفران، وعندي هنا واحد جوج معلقات ديال المروزية، راس الحانوت المروزية. دابا البنات، هادشي كله غنديرو فواحد الطنجرة، وغنخلط معاه الماء، وغنرقد فيه اللحم اللي عندي اللي غنطيب به. هانتوما معايا البنات، ندير هادشي كله هنا، وغنقوي عليه واحد الكاس ديال الماء، وغادي نحرك هاد الخانط مع العناصر بعضياتها. غنخدم البنات يدي باش ديك ديك السمن المعسو. ندير البنات هنا واحد الكميه ديال اللحم على حسب، نتوما كنخليهم طروفه كبار على حساب البنات كنحرفوا اللحم. الغنمي ملي كيطيب كينقص، خليتهم طروفه كبار. عندي هاد الطريقه هذا واحد الكتيف، وكنمرمد هنا في هذه الطنجره. هنمرمد ونعاود نوريكم البنات. البنات، هاد الحيمات ديالنا رقدناهم في ديك الشرموله اللي درنا. ما كندير معاها البنات انا لا بصله لا حتى حاجه، هادي هي المروزيه اللي كنديرها البنات. كندير العطريه وغنغطي عليها البنات ونخليها ترقد. من انا من الافضل كنديرها بالليل وكنغطي عليها ونخليها تبات راقده باش كتشرب ديك العطريه كامله، والنهار الاخر عاد كنكمل الخدمه ديالي. دابا انا غنخليها واحد الساعه د المكانه، ومن بعد البنات نتلاقاو باش نوريكم ملي غنبغي نشعل عليها. البنات، بعد ما رقدنا اللحيمات ديالنا في ديك العطريه، دابا البنات غنطيبهم في الكوكوط، غنحولهم الكوكوط ديالي. شوفوا البنات ملي كيشربوا كيولي اللوين ديالهم الا ترقدوا. غنخوي هذيك لاصوصه البنات اللي بقات من الفوق. غنزيد عليها البنات واحد كاس ديال زيت بلديه، كاس غير صغيره البنات حيت حنا عارفين اللحم تيكون ميدم. كاس زيت بلديه، وغنزيد عليها البنات واحد الكاس ديال الماء، وغادي نشعل عليها بعدا تشحر شويه، وغنزيد عليها كاس د الماء البنات. غنسد الكوكوط ونقص العافيه على، نخليها تغلى ونقص العافيه على الملح ونخليها تطيب في خاطرها، ما غنزيدش ليها الماء بزاف باش تجيني مزيانه، ومن بعد نكملوها البنات مع بعضياتنا الطريقه. البنات، غنصايب واحد الشلاضه ديال الكسكسو، كتجي شلاضه حلوه لي غنرافقها بديك المروزيه اللي صاوبنا اليوم. كلشي غنديرو حلو. عندي هنا البنات الزبيب، وعندي التمر مقطع، وعندي فواكه معسله، وعندي البرقوق حتى هو مقطع، وعندي هنا اللوز البنات اللي غادي نسلقو نفسخو نقليه ونهرمشو باش نخلطو مع هاد المكونات. عندي هنا كاس ديال السكر كلاص، سكر سنيده، عندي جوج ديال الفاني اللي غادي نصايب بهم السيرو اللي غنعلك به البنات هاد التخليطه هادي ان شاء الله. غندير معاهم البنات واحد نص كاس تاع الماء، البنات غير نص كاس باش تجيني باش يجيني السيرو ديالي عاقد اللي غنخدم به ديك هادشي اللي غنزوق به الكسكسو ديالي. ها كوكوطة ديال اللحم كطيب، ها الكويميلة البنات فيها كسكسو تيفور اللي غنصايبو به ديك الشليضة.
ونتلاقاو البنات منين بغي نوجد كلشي. البنات بعد ما اختار لينا السيرو ديالنا اللي صايبنا غادي نزيدو فيها البنات ديك الفواكه ديك الفواكه المعسله اللي عندنا كامله. بسم الله يبقى لنا غير اللوز البنات هو اللي غنخليو حتى الاخير. الفواكه البنات غنحركوها هاد وغنردوها البنات تعسل شويه فوق النار غير شويه باش بان لنا بدات كدير دير البويقات وغنطفيو عليها البنات. البنات هي بدات كتعسل ديال الفواكه المعسله ديالنا بداو كيغلي وصافي دابا غنطفي عليهم البنات ونخليهم يبردوا. البنات هنا درت اللويزات يتقلاو كيف ما هو معروف اللوز كنقليوه في الزيت بارده كنديروا الزيت بارده وكنديروا اللوز عاد باش كنبداو نشعلو عليه باش اللوز يجينا مقرمل. الا درنا الزيت سخونه ودرنا فيها اللوز البنات راه كيجينا اللوز من الداخل خضر كيتحمر من برا وكيبقى خضر. صافي دابا الكسكسو ديالي البنات ها هو الفوره الثانيه هو وجد. الخليط ديالي ديال الفواكه المعسله هو واجد. غادي نتي هي غنفتح عليها دابا ونشوف اشنو كي نشوفو المريقه شنو كي جات باش نكملوها البنات باش نديرو الزبيب والعسل اللي باقي خصنا ما درناهوش فيها. البنات ها اللويزات ديالنا تحمرو ها المريقه ديالنا حلينا على الكوكوط. البنات شوفوا طايبه الحيمه هانتوما البنات كتبعك بوحديتها. دابا البنات غندير عليها الزبيب اللي ديجا عندي منقي ومفزق مغسول غنديرو البنات وغنردها حتى يدخلوا الطياب هاد الزبيبه البنات. عاد غادي نزيد عليه ان شاء الله العسل. هذا هو الطياب المروزيه البنات ما كتكون فيها لا بصله لا والو كترقد غير في الثومه والسمان والعطريه والزيت بلديه حتى كطيب وغنزيدو عليها الزبيب والعسل. دابا غنردها طيب حتى تعلق عاد غنزيد عليها العسل. ما نديرش العسل من دابا البنات حتى يدخل ليا الزبيب الطياب. البنات كما قلت لكم اي حاجه درتها غنتقاسمها معاكم. شوفوا البنات هذا العسل ها هو سميتو فايز ميال دو فلور عسل الازهار البنات. هذا العسل هذا العسل البنات كاين في اسيما كيدير 49 درهم البنات فيها 850 غرام عندها هذه باش كتحلى البنات وراها البنات المقادير ديالو عسل حر 100%. نقرب لكم البنات ربما شفتوا البنات انغريديو ميال ناتوريل ما فيهش شي حاجه من غير العسل. وهذا البنات راه ديال كيجي ديال اسبانيا كاين في اسيما المهم عندنا حنا في تطوان هنا كاين في اسيما البنات وجربته البنات عاد وريته لكم راه زوين بنين وعسل نيت البنات هو اللي غندير به دابا البنات المروزيه. المهم انا قلت لكم اي حاجه عندي غنبقى نتقاسمها معكم. انا وريتكم البنات هذا العسل للافاده فقط. البنات خويتو هذا العسل خويتو في هذه القريعه مري هذه القريعه وهذه القريعه كان عندي نيت اصلا ديال العسل. شوفوا اللون ديالو البنات كي داير هادشي اللي بقى في الحكيك هو اللي غادي نزيد هنايا المروزيه وعيني ميزاني. دابا البنات ها الطريقه ديالنا اختارت غادي تجيك العسيله اللي نخليها تتعلق على خاطرها البنات نتلاقاو البنات منين بغيو نحطوها في الطبسيل ان شاء الله. هاد درت اللوز في هاد الصاشيه و ضربتو بالمدلك البنات باش يجي يترمش ليا الطريقه البنات اللي ما بغاش عادي يجبد مولينيكس ويهرس. لاحظتوا البنات شكي كيجي كيجيش مطحون بزاف كيجيش لو بنت شي وحده كبيره البنات كضربها بحال هكا بالمدلك وكيجي واجد. ها هو البنات كيبقى الصوت ديالو ها
حتى هو اللي غادي ندير به نزوقوا به ديك الكسكسو ان شاء الله. كنشد شويه من ديك التخليطه اللي عندنا البنات كنخلطها مع الكسكسو كامله، وغادي نقلبها البنات في هذا الطبسيل ونعاودو نتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي كيفاش كيكون. البنات غنشد واحد شويه غنديرو هنا فهاد السيركل هكا نقادو بيدي ندير فوق منو البنات اللوز صافي ونحيد السيركل ديالي البنات. هيا الكسكسو ديالي بشليضه موجود وبالصحه والراحه البنات. ولا عجبكم ديما كما تنقول تابونا وديروا لي لايك بارطاجيو. مازال غنوريكم البنات منين نحطوا المروزيه نوريكم الشكل النهائي ديالها. البنات ها المروزيه ديالنا كنحطها لكم دابا. شوفوا البنات تبارك الله كي طايبه كتفسخي بوحديتها. شوفوا البنات الحيمه طايبه ما شهيتكم. البنات ها المريقه ديالنا خاطره معلكه وختامه البنات لويزات. وبالصحه والراحه كما كنقول دائما كنبغي نتقاسم معكم ديكشي اللي كندير. وبالصحه والراحه وشكرا لكم والتعاليق الزوينه اللي كتصيفطوا ليا وشكرا. هادشي اللي غنبغي نقول صافي تبارك الله. طبيسينا ديال الديسير ها هو وبصحة والراحة.